غريان ارفعي راسك وعلي صوتك وخليك شامخ يا جبل غريان. بشعار ومدايح يشهدوا لك خوتك والحان وقصايد شنف اللذان. حطي الزينة ما الفرح يفوتك يا صرح عالي واثق البنيان. يا من نثرتي بيننا يا قوتك الصادق وشارف فوق لا تيجان. عالطاغي وظلم الناس طال سكوتك وانتي من بذل ارواح بالمجان. افلام كذب دللنك وهن ما حوتك اليوم تنزعيهن شوها لذهان. ما زلنا في سلسلة حلقتنا عن الشيخ الشارف باشا الغرياني المجاهد والسياسي، خلوكم معنا. بالباطل زهيق يزول لا شمس الضحى، مدت عليه خيوط فور يزيل، ويشكع شعاع الحق يضوي عالورى، يطيح أصنام الكذب وباطيل، واللي على عباد بزور ناوي يفترى، غزاه ربنا بين العباد ذليل. الناس كي سوا بعديك ما هم شي سوا، واخلاق التباين كي الوان الميل، فيهم جسور القلب كسار العداء، وفيهم اللي عمره قضاه ذليل، وفيهم سخيل يدين مبسوط العطاء، الدرهم عليه يكون حمل ثقيل، ومنهم مكلبش ديه ديما لا وراء، علي طول عمره نين مات بخيل، فطرها اعلام الزور ما با ينتهى، ولا با يبطل زيف لا تثليل. تاخذ اشاعة زور وقتي على الهوى، سوا فاربعة والله في غير بريل، واللي شطني للشعر يا عيت النبا، اليوم ذكر كم تاريخ شيخ جليل. اعماله الوجه الله كانت خالصة، وعنده علي سير الناس جميل، وبينه وبين الله حاله في خفاء، وحوشه لكل العابرين سبيل، وحافظ حدود الله بالك كلها، حشاه الرذيلة لا يكون عميل. ونبليك يا إيهاب تمسح كبدنا، وتدافع عليه الشيخ بالتفصيل، اللي من جبل غريان جاله عندنا، الشارف الغرياني نباه طويل. بالك نكونوا فايزين في الآخرة، وننجو بهذه من عذاب الويل. مرحبا بك معنا مشاهدينا في حكاية برقة، من ضمننا الأستاذ إيهاب الجازوي الشاعر والباحث. مرحبا بك إيهاب. اليوم ما زلنا نحكو طبعا في سلسلة الحديث عن الشارف باشا الغرياني ومواقفه مع القبائل طبعا في شرق أيام الاحتلال الإيطالي. حكينا عن العواقير شن دار معاهم، نعم، دورة في تخليص بنت عمه، قلنا مش الدم اللي يكرز، لكن هي طلعها يعني لأنه هو ما يبيعش طليان يمسكوه. توا نبغى نحكوا على دوره اذا كان له دور مع المغاربه. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى صحبه ولا ميس. المواقف واجده بالنسبه له هو لمديوره ومشاهدين للناس بيها، فهمتي؟ قلنا حتى في قبائل كانت حتى من المنطقه الغربيه كان لها جايه مثلا والبرقه وانه هو طلعهم، في طلع من الحبس وفي اللي منع الحكم الاعدام، مواقف واجده. لكن الصراحة أنا الموقف أنا سمعتها على موضوع المغاربة لكن ما تحريتش، يعني أنا مثلا جاني مثلا لما حتى قريت مثلا قراية مثلا على مواقف العواقير، تواصل مثلا مع اللي نعرفهم مثلا من الشياب ونأكد على الروايات اللي صايرة مثلا مع الكزة وغيرها. لكن المغاربة طبعا هو اللي حاصل معاهم، اللي هي أنا مانيش مأكد عليها، أن هم يحكوا أن في اليوم عندنا شاعر مشهور نحن الله يطول في عمره، واحد الشعراء الشعبيين العظماء اللي هو الشيخ الشريف الشارف الحرنة، يقولوا أن والد الشارف الحرنة هذا مسمى علي الشارف في حد ذاته، لكن هذا أنا ما تأكدتش منه. والسبب اللي ذكرينا عليه في موضوع الرواية وبالأحرى اللي جتني أنا، أنه هو كانت بوه زمان عندها قاعدة حاصلة عند الطليان، ولكن قالوا الشارف أنه هو سعى فيها وطلعها، وكان اليوم اللي طلعت فيه لبل على جية الشارف هذا اللي هو سمي بعدين عليه. أنا هذه من ناحية التدقيق أنا ما دققت فيها مثلا وأكدتها، لكن رواية بالمعنى هذا في المعنى هذا واجد ومؤكدة، وفي اللي مش مؤكدة بس بالرواية بس، نعرفوا البصمة نحن اللي ديما كانوا يأكدوا بها في الروايات، والغالب هي الشعر. من أشهرهم قصة حماد الغزالي
وهذا راجل من قبيلة الزواوي، هو من هذوما دايما وطنهم في مرادة والوطن اللي لوطة هذا. فالرجل هذا حتى هو كاين لما شاف في الإبل موجودة في داخل المعتقلات، طبعا السياسة الطليان اللي كانوا ماشيين بها، حتى الإبل كانوا يعتقلوا فيها. نعم سياسة الطليان طبعا، هذه حتى جيت وقف على حاجة هي مهمة وهنا أصلا، إن هذه من الحاجات اللي الناس تشيع فيها وتذيع فيها على الشارف الغرياني، يقول إنه هو الراس اللي سبب في موضوع دخول الليبيين المعتقلات أو إنشاء فكرة المعتقلات، وكان سبب أيضا من حبس الإبل. هم قالوا ليش حبس الإبل زمان عند الطليان؟ قالوا الإبل لأن هي اللي تجيب في الأكل، بمعنى إن هي كانت تجيب لهم في التمر من سيوة وكذا، فمصدر إغاثتهم والله مصدر معيشتهم كان هو الإبل. وفي نفس الوقت هم عندهم شيء يعتبر معنوي إن هي عزيزة عليهم، بمعنى إن هو كين صعب حتى إن واحد مثلا يذبحها وهي مثلا بشكلها والله كذا، اللي تكون هزيلة والله لا في لها مرض والله كذا، هذيك لها حكم خاص، فهم يعرفون إنه هو يتغزلوا بها ولها مكانة خاصة، فكانوا تنحبس معاهم في داخل معتقلاتهم، فحاجة معنوية يشوفوها قاعدة قدامهم تركبها عفاك الله الجرب وتهزل وتضعف لين تموت مرض قدامهم ولين يضطروا حتى لذبحها. فكان الموضوع نفسي أكثر من الحاجات اللي أكدناها هو اللي بنقوله توه، يعني القصيدة فيها معاني روحية سامية، معنا شعر شعبي لكن ينطق حتى الحيط الكلام اللي بينقال توه. فحمد الغزاي هذا لما شافه وكذا وني قال لهم، هو كانت عنده ابل ممسوكه في معتقل مرادة لوطة، فقال انا كان الابل هذه نقدر نلم حتى انا للوجه الله عز وجل نقدر انا نعتني بها، غير ما حاجه يطلعوها من الشبردك هذه وترد الناس اصحابها، واللي ما عندهاش صاحب انا نعتني بها غير اني ما نشوفهاش بهالمنظر. تبهدلت وسخسقت على قولهم، وان هي ركبها الجرب وضعفت، فحاول ان هو يدير كذا شويه. قالوا له في واحد قال لعبد الله الغرياني اللي هو اخ الشارف الغرياني، بالك تمشي له ودير لا راي، وراه راجل يكرم في العرب وراجل يعرف قدر الناس. فعد الراجل قال لهم لا انا تو نمشي له، فخش عليه قال له ايش عندك يا زواوي؟ شويه قال له خذ هذه اللي عندي، فقال له طالبين فضل الله، طالبين فضل الله اغاثه من طلب، لا يمينك يا حضره المدير، الريدوك تطلب لذن لا جاك الطلب، من غير الحطيه ما نبو تحذير، راحت عليها ليل طيبت الحسب عز البوادي وين شح المير، تمت تقول ان عاش من هشمه حطب، تمت تقول ان عاش من هشمه حطب، ما عاش فيها هذاك عذاب ذخير، راح عن ايام العز وايام الطرب وايام العفا والحلب والتسفير، واليوم في كدر في زر في شر في جرب، عليها كتب مولاي هك يصير، وبهالحال تمت كل ساعه في طلب، لا خير فيها ولا بلاها خير، سلطانه المكسوب غايه من كسب، هانت علينا غصب للتنحير، انت انغثتها، يحكي العبد الله، انت انغثتها يا مير يا شيخ العرب، يا لابس المساح عالشخشير، يغيثك بغيث الله بودين منتصب، ويجيرك الله من النار والتقهير، كلم الشارف كلم الشارف وانت كرعيك في القبب، ولو كان للوالي يركب في طير، انتو شيوخنا من قبل عجود والغلب، الله لا يبدلكم بحكم الغير، حتى اللي تخطى قبل ومعاك مذهب، لا شر درتولا ونياكم خير، طلبت من علي ميت وعلى الحي مرتقب، يسهل عليكم كل شيء عسير، ويحسن ختامكم بصلاتي على المحب، عز الخواتم ساعة التقدير. فالكلام على سيدنا محمد وصل على طول عبد الله الغرياني، والكلام واضح في الأدلة الواضحة انه هو يذكر فيه، يقول ارى انت يا عبد الله كلم الشارف، ورا عندنا إغاثة في هالموضوع، وانتم كنتوا ناس عندنا الله لا يبدلكم ناس اخرى، ما رينا منكم الا الخير، وما كتبش عليكم حذرنا، هذا كله بابيات لبوادي الشعر، واللي انذكر ايضا على لسان الشارف. الشارف الشيخ الشاعر الشريف الشارف الحرنة هو اللي ذاكر القصيدة هذه في 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 احدى رواياتها. فالمهم الرسالة هذيك وصلوها فورا للشارف الغرياني، معناها نديروا حلقات حتى على الحرنة لازم، هو لانه هو شعر مبرز جدا، وطريقة الشعر اللي له مميزة، وهو طبعا من احد كبار طلبة اللي تتلمذوا على الشيخ عيسى الفاخر رحمة الله عليه، فشعره متناغم ما بين كلام البوادي وما بين النسك والورع، فالحديث خاص عنه عن الشيخ الشريف الشارف. المهم وصلت الرسالة للشارف الغرياني، فلما قراها على طول قالوا عدى اعطاه ورقة للناس اللي كانت قائمة على المعتقل في مرادة بعد ضغط على الطليان، وتم الافراج على هذيك الابل والحادثة هذه، مأرختها قصيدة حماد الغزاي الزواوي.
رحمة الله عليه وحتى هم ربي يرحمهم يعني. آمين يا رب. حديث في زمن مضى. شكرا لك إيهاب. ومشاهدينا الكرام وصلنا لنهاية حلقتنا اليوم من هنا برقة. شكرا لكم على المتابعة وإلى اللقاء.